اوعوا تدينوا حد لألا تكون بالدين قديس. صدقوني حتى لو انت متأكد ان الانسان اللي انت فكرت ان هو مش كويس وانه ماشي غلط ده جايز يتوب بكرة، وانت اللي فاكر نفسك كويس يمكن تخطي بكرة ومتعرفش التوب. عشان كده بلاش خطيئة الإدانة دي، عايزين نشيلها خالص من حياتنا. الإنسان مش ممكن إن هو هيقدر يتخلص من خطيئة الإدانة إلا إذا وضع نفسه، وده اللي قاله المسيح النهاردة، إن من يضع نفسه إيه؟ يرتفع، لكن اللي بيرفع نفسه بإيه؟ يتضع. هو ده الأساس. ومن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد إيه؟ فلن يدخله. مثل ولد، تفتكروا الولد في الكنيسة كده يبص على الناس يقول لك يا ده الراجل ده، ده انا عارف ده بيجيبوا فلوسه منين، وست دي انا عارف يا بتعمل ايه، ما بيعرفش حاجه خالص، بساطه خالص. من لا يقبل ملكوت السماوات مثل ولد فلن يدخله، او ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله.